بسم الله، نخش على درس من الدروس المهمة جدا، الميديولز. الميديولز ببساطة بنستخدمها في فكرة إن احنا نعمل separate logics، يعني نفصل المفاهيم. يعني مثلا السيرفيسز لوحديها، الكنترولرز تبقى لوحديها، الابلكيشنز لوحديه، مش عارف ايه. نبدأ نقسم الشغل بتاعنا ونفصله على مجموعة من الفايلز المختلفة، ونخلي الكود بتاعنا clean لوحده خلاص، بحيث ان نقدر نعدل فيه ويبقى شويه مش داخل في ال HTML، ما يبقاش الدنيا معقده معانا لما الدنيا بتكبر يعني. فبنديفاين، احنا بنحدد الموديولز بسيبريت جي اس فايل، خلاص ملف جي اس اس جافا سكريبت فايل منفصل، ونسميه موديول مثلا دوت جي اس فايل. تعال نشوف مثلا في الابلكيشن اللي احنا هنعمله دلوقتي، هنعمل تو موديولز، ابلكيشن موديول، وده هنحدد دايما هنحط فيه، هنجهز فيه بس الابلكيشن بكل الكنترولرز بتاعته والداتا لو في داتا. وكنترول مديول ده احنا بنسويه على حسب الكنترول اللي احنا ايه عايزين نشتغل عليه. يعني مثلا ابلكيشن مديول هنعمل مثلا مين اب من ابلكيشن يعني دوت جي اس، وهنحط فيه متغير مثلا var مين اب انجلر دوت مديول ومين اب وقوسين كده. انا حددت المديول بتاعي. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا ديكلير للابلكيشن اسمه مين اب بديول يوزنج انجلر دوت مديول فانكشن اللي احنا عارفينها، وعملنا باس لي ايه امبتي اري، خلاص ما فيهاش فيها اي حاجه. طبعا الملف ده كده ده ملف لوحده خلاص، ونقوم جايين عاملين كنترولر مديول نحط فيه الايه الستودنت كنترولر اللي احنا عملناه قبل كده في الاكزامبلز اللي فاتت. مش عايز انا اخش في تفاصيل وقت احنا كنا شرحناه قبل كده، مفيش عندنا مشكله. خلاص كنترولر مديول نفصله في ملف لوحده، الابلكيشن مديول. ماشي، تعال نجربه عشان الدنيا مش مظبوط. تعال نجرب الايه الفكره دي خلاص. فانا عامل ايه؟ هقوم جاي عامل من فايل نيو، هاخد كده الاكزامبل اللي احنا او اندكس القديمه اللي هي كان فيها اصلا الكود كله، فاكرين الكود كله على بعضه بتاع الستودنت سنت من المين اب والسنت كنترولر اللي احنا كنا عاملينه بالجدول بكل. تروح خدوا كده كوبي خلاص، وتعالى على ايه على الانتايتل دي لسه ما حددناش اسمها، وتعمل بيست. جاي هنا من سيف، سيف از، كنت هتاخد نفس البروجكت بتاعي، وقلت هسميها مثلا تيست انجلر ما بين دبل كوتيشن كده جي اس دوت اتش تي ام، مديها سيف. ماشي، تيست انجلر دوت جي اس. حلو، مفترض ان احنا حاطين فيها ال، ارجع كده من فوق الكود بتاعنا، ادي الستايل سيبه زي ما هو مش مشكله، الستايل الغبي اللي احنا كنا عاملينه مش مشكله، ولينكس مش عارف ايه وكلام فاضي من ده. ماشي، بعد كده كنترولر وعاملها اتش ام ال تيبل في تيبل في تيبل جوه تيبل. ماشي شغال، بس ودخلنا في السكريبت. قلت له معلش، السكريبت هنا بقى هيتعامل معامله ايه؟ معامله مختلفه وفي ملف منفصل. يعني هم جاي هنا عامل كده من فايل نيو، وهم جاي عامل var main app بيساوي angular dot module، وقلت له انت شغال على الموديول بتاعك main app خلاص، ومش هبعت لك دلوقتي داتا. قلت له سيف، قال لي هسميه ايه؟ قلت له ده هنسميه المين اب دوت بس دوت ايه جي اس، المفترض نحطه جوه الفولدر بتاع ايه؟ بتاع الجي اس، سميناه مين اب دوت جي اس خلاص كده؟ كلام جميل. ماشي، بعد كده عايزين نعمل واحد تاني، جاي من فايل نيو كمان، وقال عايز اجيب لي ستودنت كنترولر، هجيبه من تيست انجلر جي اس. خلاص السطر ده بتاع التعريف ده خلاص خدناه صح. ده كده بالنسبه لي بقى الايه المين اب كنترولر ده كله لغايه اخره كده مظبوط، واخده كات على السكريبت كده، ما بقاش ليه اي قيمه عندي خلاص. روح على انتايتل ديفور ده، انت قال لك انت بقى المين ايه، انت كده مع نفسك، انت اكنه كلاس. كلاس بالنسبه لي سيف، قال لي هسيبه فين؟ قلت له جوه فولدر الجي اس صح كده؟ قمت مسميه ايه؟ سميه ستودنت
كنترولر دوت جي اس واديله سيف. خلاص كلام جميل ماشي. وقمت جاي على تيست انجلر جي اس، لازم طبعا تيست انجلر جي اس عشان الموضوع يكمل اربطه مع الحاجات اللي هو هيستخدمها، لازم اربطه مع الحاجات اللي هو ايه، مع الحاجات اللي هو مستخدمها. ماشي اربطه ازاي؟ اروح انادي عليه كسكريبت، انادي على الصفحه بتاعتي كايه، كسكريبت عشان تبقى شايف يعني. اروح كده اهو، ادي الستايلنج اللي احنا كنا عاملين سباك منه، كلام فاضي خلاص. وادي لينك ده بينادي على ستايل شيت، وعايز اعمل سكريبت هنا زي ما كنا بنادي على الانجلر جي اس، ادي هنا اي سكريبت خلاص. واس ار سي قلت له خش على جي اس، ومن جي اس عندي مين اب، ادي مين اب جي، وكده السكريبت الاولاني، وبعد كده السكريبت الثاني اس ار سي جي اس، وانا على ستودنت كنترولر سلاش سكريبت كده. المفروض انا كده نديت عليه، تعالى ننادي على خلاص كده، انا ربطتهم ببعض بالكود البسيط ده، خليت ده يشوف الاثنين. تعالى نقول، تعالى عايزين نقوم صفحة اللي احنا شغلنا عليها الوقت اللي هي مين؟ تيست انجلر جي اس دوت اتش تي ام، اعمل رن على طول هتلاقي محمد ايه؟ محمود صبور باللور كيس والبيانات. لو عايز افلتر هقول ام، طلع لي الام اي اس ومش عارف ايه، اس فيزكس بس كده، اس فلتر بفيزكس وام اي اس وماس وكل حاجه شغاله مفيش فيها اني بروبلم. خلاص كده نكون عرفنا المبدا بتاع فصل الفايلز، وازاي نفصل ايه الموديولز، ونعمل كذا مديول مختلف.